استقبال القبلة بالنسبة للمريض مثلا الذي لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، أو الإنسان مقيد أسير مثلا مقيد إلى جهة معينة بغير القبلة يصلي حيث كان، يسقط استقبال القبلة عن المسافر إذا كان جادا به السير، يعني وهو منطلق أثناء السفر لا يشترط له استقبال القبلة في صلاة النافلة، أما في الفريضة فيشترط أن يستقبل القبلة لأن الفريضة لا تؤخره عن سفره. أفرض الإنسان في سفر متجه إلى جهة الشرق والقبلة في جهة الغرب، فنقول له قف صلي الظهر والعصر واستقبل القبلة، ثم قف صلي المغرب والعشاء واستقبل القبلة، ثم هذا لا يؤخرك عن سفرك. لكن يقول أن أقوم الليل في سفري، نقول له قف واستقبل القبلة يضيع عليه الوقت. فجاء التيسير بالنسبة للمسافر أنه لا يشترط له الاستقبال القبلة بالنسبة لصلاة النافلة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجه راحلته، ولا يشترط أن يبدأ بتكبيرة الإحرام استقبال القبلة ثم بعد ذلك ينحدر، لأن استقبال القبلة شرط من أول صلاة إلى آخرها، فليس له معنى أن يبدأ استقبال القبلة ثم ينحدر، هذا ليس بشرط أبدا. وإنه يصلي. طيب لو واحد صلى النافلة في البلد هل له أن يصلي إلى خلاف القبلة؟ ما يجوز إلا أن يستقبل القبلة، إلا أن يستقبل القبلة. هذا خاص من في المسافر فقط، المسافر فقط هو الذي لا يستقبل القبلة. طيب هنا مسألة، الذين يسافرون في الطائرة الآن بعضهم يقول لا أستقبل القبلة، هذا غير صحيح أبدا، يجب عليه أن يستقبل القبلة. الكرسي الطيارة متجهة شرق والقبلة غرب، والكرسي شلون أصلي؟ نقول ما قالك صل على الكرسي أصلا، كما سيأتينا أن القيام ركن من أركان الصلاة، ليس صل على الكرسي أصلا، وإنما يقوم ويستقبل القبلة ويصلي. ليس له أن يستقبل القبلة بحجة أنه مسافر، هذه فريضة. فالفريضة أيضا يشترط في استقبال القبلة طالما أنه قادم. متى يسقط؟ عند العجز، وكل الأركان وكل الشروط تسقط عند العجز. أما عند قدرتي فلا يجوز إلا أن يأتي بركن أو يأتي بالشرط. إذن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. الشرط الخامس اجتناب النجاسة، واجتناب النجاسة على ثلاثة أحوال، يعني لابد من طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الملابس، المكان والبدن والثياب لابد أن تكون كلها طاهرة، كما قال الله تبارك وثيابك فطهر، لابد أن يطهر ثيابك ويطهر المكان الذي يصلي فيه، وأن يطهر البدن. فلا يصلي الإنسان على جسده نجاسة، لابد أن يزيلها، فإذا بقي لها أثر يغسله، ما يجوز، ما تصح الصلاة. وكذلك الأرض التي يصلي فيها لا يصلي في مكان نجس، ينتقل إلى مكان طاهر. كذلك إذا كان الثوب نجسا لا يصلي في الثوب نجسا ينزعه ويغسله، أو ينزعه ويلبسه، غير المهم أنه لا يصلي في الثوب نجس. إذا كم الآن طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. طيب لو كان الإنسان لا يدري بهذه النجاسة، صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أن غترته فيها نجاسة، ماذا يفعل؟ ينزعها ويكمل صلاته، يكمل صلاته. الطاقة ينزعها، الثوب ينزع الثوب، ها؟ طيب الثوب إذا كان نزعه لا يظهر العورة، يعني يظل مستور العورة، يعني لا يخل بشرط آخر وستر العورة، إذا كان نزع الثوب لا يضر بالعورة فإنه ينزعه ويستمر في صلاة، أيضا بشرط ما تحرك حركة كثيرة. طيب إذا كان حركة كثيرة فيقطع الصلاة، المهم لا يصلي في النجاسة، لا يصلي. طيب إذا كان لابس داخلي في النجاسة، هذا يقطع، هذا يقطع، ما في مجال، لابد أن يقطع صلاته
ويزيل النجاسة ويغسلها ويغير ثوبه يغسل الغمامة التي فيها النجاسة ثم يصلي من جديد. جديد. طيب, طيب إذا كانت النجاسة في جيبه مثل سوى تحليل بول, بول مثلا وضعه في جيبه ونسي وكبر أثناء صلاة تذكر التحليل ماذا يفعل به؟ يشيله ويصلي. لكن لو تعمد من البداية وانتهى قال انجم أخباتي الله أكبر ما تكسر صلاته. لماذا؟ صلى عامداً صلى عامداً وفيه وعنده النجاسة. واضح ولا لا؟ صلى عامداً النجاسة. لكن إذا كان جاهلاً فإن صلاته صحيحة. إذا كان عامداً وجاهل فالصلاة صحيحة طالما على وضوء شرط خارج وليس شرط داخل الوضوء. طيب إذا صلى الإنسان في نجاسة نقول إذا تذكر النجاسة قبل الدخول في الصلاة فلا يدخل حتى يزيلها سواء كانت في البدن أو الثوب أو المكان. إذا تذكر أثناء الصلاة فإنه كان يستطيع أن يزيلها أو يتحرك عن مكان النجاسة ويستمر في صلاته فعل. إذا كان لا يستطيع قطع الصلاة ثم إذا تذكر النجاسة بعد قضى صلاته صلاته صحيحة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وخلفه أصحابه وفي أثناء الصلاة نزع نعله صلى الله عليه وسلم ونزع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال ما لك خلعت نعالكم؟ قال رأيناك خلعت فخلعنا تابعناك. فقال أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن النبي ما قدر فنزعتهما. وشاهد أنه لم يعد الصلاة من الأول وإنما أزال النجاسة مرة في صلاة. فدل على أن الإنسان إذا لم يعلم بهذه النجاسة سواء في أثناء الصلاة أو في آخر الصلاة فلا شيء عليه. فإذا علم بها فإذا كان أثناء الصلاة فإنه يزيلها ويصلي. إذا عجز قطع الصلاة وأزال النجاسة ثم صلى بدونها. واضح الصورة إن شاء الله. إذن هذا بالنسبة لإزالة النجاسة سواء قلنا في البدن أو المكاني أو الثوب. الشرط السادس دخول الوقت. وصلنا الشرط السادس. الشرط الأول ما هو؟ مو شرط الترتيب. من يتكلم شرط مشروع الصلاة؟ شرطاً واحداً. ارفع يدك. نعم. النية. الطهارة. استقبال القبلة. ستر العورة. اجتناب النجاسة. الشرط السادس بعد. دخول الوقت سم الإسلام هذا شو الأعمال كلها لكن تفتع الصلاة في ذاتها. طيب طبعا الإسلام والعقل والتمييز هذا شروط عامة هذه. طيب الشرط السادس ألا وهو دخول الوقت. دخول الوقت كيف دخول الوقت؟ يصير تصلي العشاء الآن؟ لماذا؟ لم يدخل وقتها بعد. لم يدخل وقتها. إذا لا تصح الصلاة حتى يدخل وقتها لابد أن يدخل وقت الصلاة حتى يصلي الإنسان. فإذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت لم تصح هذه الصلاة حتى لو كان جاهلا. يعني واحد صلى قبل أذان العشاء خمس دقائق ما يدري حسب أذن ثم بعد ذلك عقب ما خلص الصلاة وكذا قالوا ترى ما أذن العشاء ما كبرت تكبيرة بيت الحرام يعيد الصلاة كلها أكيد صحيح احسنت. اذا يعيد الصلاه ما تصح طالما انه كبر للاحرام قال الله اكبر قبل دخول الوقت لا تصح هذه الصلاه حتى يدخل وقتها لابد من دخول الوقت حتى تصح هذه الصلاه الا في حاله وهو الجمع سواء قلنا جمع طبعا جمع التقديم بالنسبه لي المسافر او الذي المطر او غير ذلك لان هذا اصلا مباح له وهذا اصلا في حقه دخل الوقت الذي يجمع بين الصلاتين يعتبر الوقت بالنسبة له إيش؟ دخل المسافر من تغرب الشمس دخل في حقه وقت العشاء والمغرب والمريض كذلك الذي يجوز له الجمع كذلك جاء أن يؤذن المغرب دخل المغرب والعشاء ويؤذن الظهر دخل الظهر والعصر كل من جاز له الجمع يعني يجوز له أن يبدأ الصلاة من أول دخول وقتها.